دونك حنا مجموعين اليوم انا كنطلبكم الله يخليكم الدفء ديال كلنا بورتابل سيلونسيو باش نحاولوا ندوزوا هاد لاسي اللي وضعت الثقه في نادي الرجاء وفي اسم الرجاء وغنعلمكم اليوم على الاتفاقيه اللي تبرمات بين شركه بلوبناش ونادي الرجاء. بحال اللي كتعرفوا الكره الحديثه ولا بغينا نوصلوا يعني بعيد في الالقاب وفي تطوير نادي كره القدم حجم نادي الرجاء الماركتينغ مهم علاش؟ حيت هو اللي كيعطينا ديك الامكانيات الماليه باش يمكننا نمشيو لنفسو الفرق الكبرى الافريقيه اللي غالبا الاموال ديالهم ولا لي بودجي ديالهم كيفوقوا كبير كثير لي بودجي ديال الفرق المغربيه. شفتوها في لاسومبلي جينيرال الاخرى اللي حنا نادي الرجاء وصل المداخل ديالو فاق رقم ديال 100 مليون درهم اللي هو يمكن نقولوا رقم قياسي. لكن وباش يمكننا نخليو واحد اللعابه كذلك اللي هما مميزين كيجيو معروض من يعني من افريقيا ولا خارج افريقيا يعني الجانب المالي مهم. الماركتينغ درنا واحد يعني صياغه نوعيه تقريبا وصلنا الثلث ديال المداخل ديالنا جايين من الماركتينغ 2018 2019 خصنا 2019 و2020 نحاولوا نوصلوا لهذا العدد ونشوفوا نزيدوا فوق هذا العدد. لهذا برم ولا ابرام اتفاقيه بحال هذه اللي غنهضروا عليها اليوم هذا في هذا السياق هذا باش يمكننا ديما نتقدموا وديما نحاولوا نزيدوا الخدمه. الاتجاه اللي خدينا هو حاولنا حتى لاعبين على واجهات كثار لاعبين على البطوله لاعبين على كاس العرب ولاعبين كذلك على تشامبيونز ليغ وحاليا اليوم على تشامبيونز ليغ حيت في هذه الواجهات حاولنا نغيروا وناخذوا يعني مستشارين Inch'Allah, vous allez le voir à partir de la semaine prochaine. Ou garde les fans, les amis. Ou bien, je dis que c'est pour le sport marocain, c'est pour le football marocain et le football kazaoui en général. عام ونص ولا تقريبا عامين نظرا الى الحاله الماليه ديال النادي اضطرينا باش نعاودو نشوفو النقطه ديال التذاكر. شكرا اون فوا ليكيب دو راجا بوغ لا كونفيونس ديالها نتمنى نكونو باش نكونو لي فان J'espère que la marque Bignache portera chance à Inch'Allah. Merci. لماذا لا تفكر مثلا الرجاء انها مقبله على السته ديال الماتشات في ارسنال الابطال الافريقيه ونتمنى على انها تمرر الدور الادوار المقبله ان شاء الله على ان دائما يكون مع هذه جورناليست لي زاسوسياسيون بابا اللي كاينين في المغرب على انهم يواكبوا التغطيه الاعلاميه لفريق الرجاء بسبونسور ديال مثلا نقترح مثلا بلوبناش
اللي يكون داخل في العقد على انه يتكلف مثلا بواحد 6 ولا 8 ديال لي جورناليست اللي يكونوا بحال اللي شفنا السنغال جايب 100 صحفي ولابسه سبونسور ديال اتصالات السنغال. ميرسي. Bonjour, Youssef Chen, Radio Lausanne. Première question à M. Dugnesh. Est-ce que ça a été facile de choisir le... واش ما العقد اللي مبرم على الشركه واش ما فيهش استفاده الجمهور الرجاء عبر المنخرطين ديال المشتركين من هذه الاجهزه المنزليه. السؤال الثاني مده الاستعاده ديال الامكانيات باش لي جورناليست يمشيو مع الفريق سبونسوريزي ما درناش في الاتفاقيه الاستعاده من بعد مع الاخوان لي سبونسور واش يمكننا يعني يمكننا نزيدوها في يعني الشهور اللي جايه ولا في ملي نديرو شي اتفاقيه صغيرين جايين. السي يوسف تكلمتي على جوج اسئله جاوبا على الثانيه. في كاس افريقيا يمكن يكون عندك ان سو سبونسور نورمي تايب دو لوغو فيكسي الى اخره دونك سي سرا دو بلاش لو سول كي سرا سور مايلي دو لاش. L'opportunité est à ta l'ancienne Dubnash. Alors, Dubnash, c'est une chérica qui a été fondée par Samir Mouzoslin, qui a été fondée par Hajj Ahmed Dubnash, fondateur. Il s'est développé en même année. Aujourd'hui, Dubnash, c'est 12 magasins à travers le Maroc, Kamel, le nom de Tapeba, de Juj Mahalat. وهذا يعني مع الرجاء كوانسيد اوسي مع لو ديفلوبمون ديال لا مارك فلاديك ديال الدار البيضاء. ان شاء الله غادي تكون ثلاثه المحلات ان شاء الله غادي في 2020 في مدينه الدار البيضاء. و لو فيت كو بارتنير معايا في اون اكيب فابيلوز اكيب ديال الرجاء سا با كو اكسونتي ان شاء الله le développement. Pour ce qui concerne le partenariat, oui, c'est un partenariat avec toute l'équipe de Raja, c'est clair, il y a un sponsoring sportif. Comme vous voyez, on aura droit au logo de la marque sur le maillot, à des 6 matchs, et par la suite, on espère se qualifier au tour suivant et être présent jusqu'à la finale, Charles. Alors, le partenariat est bon avec Raja, avec les fans de Raja. Aujourd'hui, il y a mahallat Dubnashia, mahallat qui offre jamais le toujet électro-mazilia. Le partenariat, c'est de permettre aux fans de Raja de profiter des offres exceptionnelles et des cartes de fidélité dans les magasins de Dubnash pour le Maroc. دونك حنا فرحانين كنشوفوا المايو الجديد اللي غنلعبوا به ان شاء الله نهار السبت في الماتش ديال ترجي. وهذا المايو هو اللي واخدنا بحال اللي قلتكم سته ديال المقابلات. الهدف كذلك هو يعني نحاولوا نشوفوا كذلك شركات اللي بحال شركه دوناش اللي غيمكن يعني ماشي فقط نديروا اتفاقيه. ما سمعتيش هذه الحاجه اللي قلتكم عليها الهدف هو يكون عندنا دي بارتنير يحطوا في الكوبرا يمشوا معنا على سنوات كثيره واللي خص اتفاقيات تكون وين وين يعني هما كيستافدوا والنادي كيستافد في الاول النادي اللي كيستافد حيت اتفاقيه عاد كتبدا وانما الهدف هو يعني بحكم قوه المنتوج الرجاوي ولا لا مارك ديال الرجا نحاولوا نشوفوا كذلك كيفاش هاد المستشارين وهاد لي بارتنير ديالنا يستافدوا كذلك في المبيعات ديالهم في الارقام ديالهم باش يعني تكون اتفاقيه بحال اللي قلت وين كلشي كل طرف يكون رابح في الاتفاقيه. كنشكركم غنعطي الكلمه للسي حسن دوبناش اللي قدم حتى هو الاتفاقيه والشركه ديالو
ومن بعد اذا كانوا اسئله الى اخره حنا فرحانين نجاوبوا عليها ان شاء الله. شكرا. شكرا. كنشكركم على الحضور ديالكم، كنشكر الكوميتي ديال الرجاء على الحضور ديالها وكاع الصحافه. دونك اليوم تعلمنا على سيجاتور اوفيسيال دو اليوم كما قال السي رئيس الكوميتي الرجاء كما اوفيسيال سيجاتور ديال البارتنريا مع الكلوب بوغ لو سبونسورينغ ديال لا تشامبيونز ليغ. الوغ بوغ لاشيري مفتخرة بهاد لو سبونسورينغ و لو غروب بوغ لاش افيك 400 كام كولوباراتور سون فيير دو فواغ لا مارك بوغ لاش سور لو رويو دو ليكيب دو راجا. الوغ اتخافيك لو راجا c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de difficulté à choisir. Le Raja, c'est un club, je dirais, mondial. C'est Raja Al-Ami. Le Raja, c'est pas sûr, pas difficile. Mais Neb Smedina, c'est un support, et c'est un sport du sport marocain et du football kazakh en général. Voilà, c'est ça. على بوسكي دي زابوني كنت شفتها في الاول انه تم واحد التعاقد مع مجموعات ديال لي سوبورتير لي منظمه ديال لي سوبورتير ديال رجاء باش يستافدوا بواحد البطاقه ديال كارت دي فيديليتي باش يمكن لهم يتسانيو جميع هذا المعدات المنزليه واحد الثمن وواحد لو سيرفيس ابوتي يعني لا بريوريتي فوفر دي زوفر اكسكلوزيف ديزيي او فان لي مومب دو راجا غادي يكون عندهم واحد لي زوفر اكسكلوزيف ديالهم اللي غادي تكون كل شهر غتكون واحد لوفر اللي يمكن لهم يجيو يستافدوا منها في ماركازان ديالنا قد في المغرب كاملين كما تنعرفوا دايور لو راجا لي سيبورتور دو راجا اي سون باغتو دو ماروكا اي مان اتخونجي حيدر يماني شيء